إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أولا طبعا تعرفين الملاحظات والتخوفات اللي اتقالت على جمعة 29/7، فاحنا المرة دي اكتفينا بأن إخواننا في القاهرة والجيزة يمثلوا الدعوة السلفية هنا في ميدان التحرير، وإخواننا في كل المحافظات لهم وقفات تانية، وأنا ما كنتش متوقع أن بتوع القاهرة والجيزة هيجوا بالحشد ده كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونطالب جميع إخواننا بتجديد النية، بالإضافة إن إحنا عايزين نبقى عارفين برضه بالظبط إيه القصة، إحنا طالعين ليه، إيه اللي حصل، إيه اللي خلانا نوصل لهذه المرحلة. طبعًا أنتوا عارفين إحنا بنلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، إحنا ضد الإسراف في استخدام الشارع واستخدام الميدان. والثورة كانت اللي خلى الناس تنسحب من الميادين بالذات ميدان التحرير، هو تنحي الرئيس السابق وان المجلس العسكري هو اللي تولى السلطة في البلاد. طبعا اي حد عاقل يقول ان اي حل سلمي يمنع ويحقن الدماء ويحقق ازالة الظلم والفساد لابد من الاستجابة اليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وإحنا عبر منذ ذلك التاريخ من 11 فبراير حتى الآن تصدينا سواء بالكتابة أو بالخطابة أو بالتواجد لأي محاولات لهز سلطة المجلس العسكري وإزالته ووضع مجلس رئاسي مدني مكانه، أولا احتراما لأن الشعب ككل رضى بأنه ينسحب من الميدان لما المجلس العسكري تولى، ثانيا لأن المجلس الرئاسي المدني أمر في غاية السوء، لأنه أن تجيب ناس مدنيين بدون انتخابات يعني ديكتاتورية أشد بكتير من اللي فات. لكن مش معنى كده أن المجلس العسكري لا يعطي أذنه إلا لأشخاص معينين أو فئات معينة. المجلس العسكري قال أنه بيدير السلطة بيدير البلاد بصفة مؤقتة، وقال أن هو خلال 6 شهور هيسلم السلطة، عدى منهم 10 شهور، 6 ناقص 10 برأس 4. يبقى إذن إحنا دخلنا في أن الوعد ما تنفذ، يعني أنت 6 شهور عدى منهم 10. كان عندنا استعداد وما زال عندنا استعداد نستوعب ان في امور ادت الى اطاله المده، لكن دون ان يكون هناك نوايا متعمده للاطاله، او ان يكون الجدول الزمني المعلن في مط متعمد. قل لي احنا في النهايه القاعده اللي بنتكلم منها واللي عايزين الجميع يبقى عارفها، احنا عايزين مصلحه البلد، مش عايزين مكسب حزبي ولا مكسب انتخابي ولا 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 عايزين نكتب في صوره المعارضين الشرسين. دايما استصحبوا المية ديت، احنا عايزين اللي يحقق المصلحة، اللي يحقق المصلحة. لو انه قال 6 شهور طالوا غصب عنه، احنا هنبقى معاه نقول له ماشي، لكن ما ينفعش يطولوا عن عنده. حتى لو طولوا عن عنده شهر ولا 2 وانت بتقول انا افوت، لكن الامور تمشي في الطريق الصح مش في الطريق الغلط. الطريق بدأت العملية لان كان في مطالب بتعديل دستور 71، لأن العين الرئيسي في دستور 71 الذي عدل في 80 وعدل بعد كده في 2005 هي الصلاحيات المطلقة للرئيس، وهي تضييق دائرة المرشحين للرئاسة بحيث لا تكاد أو لم تكن تنطبق إلا على مرشح الحزب الحاكم آنذاك. فكان في مطالب إن بعد كان هناك مطالب ان بعد ما تنحى الرئيس السابق ان يبقى في تعديل للدستور. في ناس قالوا لا عايزين نعمل دستور من جديد. جت اللجنه برئاسه المستشار طارق البشري حطت اكثر المواد الحاحا اللي عايزه تتعدل، اللي بتتكلم على بعض صلاحيات الرئيس وشروط انتخابه،
وعرضتها للتعديل، وكنوع من التوسط. ولازم الجميع يعرف كده، لان بيقول البعض بيقول ان اللجنه كانت محابيه للتيار الاسلامي. لا، هي اللجنه توسطت، فهي كان في ناس بتقول عدل دستور 71 زي ما هو، والاسلاميين كانوا بيقولوا كده لان هم كانوا خايفين من دعاوى موجوده الى الان على الانترنت وعلى اليوتيوب، عشان اللي بيقولوا ان احنا الدستور الجديد هنشيل منه الماده الثانيه اللي بتتكلم عن الشريعه الاسلاميه و الى اخر هذا. وطبعا يمكن من يعني مما قدر الله تبارك وتعالى ان تلاقي قصه علياء مجدل اللي شافها على الانترنت تظهر اليومين دول، عشان يقولوا لنا انتوا ليه بتتكلموا على ان احنا عايزين حريه منضبطه بالشريعه، لان انت الحريه لو شلت هذا القيد توصل لعلياء مجدة واسوأ من علياء مجدة، سواء انتسبت لحركه او ما انتسبتش. انا مش بتكلم الان على نسبتها لحركه معينه، مع ان يا دوبك كانش لسه مبارك تبعها ولا مشي وكان بدات الناس تتكلم على حسب الماده الثانيه من الطرقه وتعديلها، تتكلم على حريات مطلقه. ما انا بقول لك ولعلي قلت قبل ذلك في بعض المناظرات مع رموز العلمانيه والليبراليه، بقول له ما تكلمنيش انت الان لما انا بقول لك مفهومك ايه للحريه، هتقول لي لا انا ما بحترم الدين وانا انا بكلمك ان انت بعد ما النص يتكتب في الدستور انه لا يجوز للدوله ان تتعرض للحريه الشخصيه للافراد الا اذا تعارضت مع الصالح العام. وبعدين واحد في صفحته على الفيسبوك او في المدونه بتاعته عمل زي ما عملت هذه الفتاه. النص الدستوري ده كده يقول ان لازم على الدوله تحميها، ما تقدرش تيجي جنبها، بخلاف القانون الحالي اللي فيه ما في تجريم للفسق والفجور. التحريض على الفسق والفجور جريمه في القانون الحالي، يعني هم عايزين يشيلوا من الدستور الحالي ومن القانون الحالي، مش ان احنا اللي عايزين نضيف، هم عايزين يشيلوا منه مرجعيه الشريعه، عايزين يزيلوا منه حاجه اسمها ان الحريات منضبطه بالنظام العام مش بالصالح العام. يعني اذا كان النظام العام يرفض هذه الاباحيه ويرفض هذا العري فهو مجرم في القانون الحالي. احنا فعلا عايزين نخلي كلمه النظام العام ديت اكثر وضوحا من انها بتتكلم على الالتزام بالشريعه الاسلاميه. على اي كان في تخوف ان هؤلاء يريدون ان ينفردوا بكتابه الدستور، وهذا التخوف كان موجود من قبل لجنه المستشار طارق البشري ومن قبل ما يتكلم على اي حاجه. وبالتالي كان الاسلاميين بيقولوا طب نعدل دستور 71 المواد اللي فيها صلاحيات مطلقه للرئيس والمواد المقيده لحق الترشيح للرئاسه ونسيب الدستور زي ما هم. هم قالوا لا، عايزين دستور جديد. اللجنه توسطت وقالت طب نعدل، وهذا التعديل يضاف الى الدستور المجمد، لان الدستور كان جمد اول ما المجلس العسكري مسك، وبعدين بعد كده يكون من جزء من هذا التعديل رسم الطريقه التي سوف يكتب بها الدستور الجديد. الدستور بيتكتب ازاي يا اخوانا؟ الدستور بيحتاج لجنه تكتبه وبعدين بعد كده يعرض في استفتاء على الشعب. هذه اللجنه اما ان تكون معينه واما ان تكون منتخبه. ده الكلام في كل دساتير الدنيا. اللجنه الهيئه التاسيسيه التي تكتب الدستور اما ان تكون معينه واما ان تكون منتخبه. فاذا كانت معينه يجب عرض ما تنتجه في استفتاء شعبي. فاذا كانت منتخبه في بعض الاحوال يكتفوا بانها منتخبه فاذا فما وضعته يصير لازما، وفي بيقول لا حتى لو منتخبه نرجع تاني في استفتاء على الشعب. الدساتير المصريه من اول 1923 لغايه دستور 71 بتعديلاته 80 و2005 وهو بيتبع مبدا استفتاء الشعب. كل مؤسسات الحكم ساقطه، المؤسسه الاولى التي ستقوم هي مؤسسه مجلس الشعب. يبقى مجلس الشعب عند انتخابه سيكون هو المؤسسه الوحيده المنتخبه في حاله ومع وجود مجلس عسكري يقوم بدور الرئيس. اذا هذه المؤسسه المنتخبه هي التي من حقها ان تعين الهيئه التاسيسيه. ده فلسفه هذا البند الذي وضع في الاستفتاء الدستوري. طيب هل كان في حلول اخرى؟ كان في حلول اخرى، لكن هذا التعديل عرض على الشعب في استفتاء و77% من الشعب قال نعم، صار ملزما. ما ينفعش بعد كده حد يقول طب كان عندنا حلول ثانيه، كان ممكن نعمل الدستور كله الاول، كان ممكن نجيب هيئه تاسيسيه بطريقه اخرى، كان ممكن الى اخر هذا.
لكن لما كان الاستفتاء الدستوري نشأت حاجة جديدة، إن اللي كانوا لما اللجنة لم تتعرض للمادة الثانية الإسلاميين قالوا الناس قولوا نعم، اللي عايزين يعملوا دستور جديد ما فيهوش المادة الثانية وفي إطلاق للحريات بعبارات مش هيبقى فيها عري ولا فجور ولا فحش، ولكن بعبارات مدلولها القانوني إن ممكن واحدة زي علياء مجد تستغلها، قالوا للناس قولوا لا. ف 78% الناس قالوا نعم، فقالوا إذن مجلس الشعب القادم هيبقى 78% منه إسلاميين، يبقى إحنا عملنا إيه؟ يبقى إذن كتابة الدستور من خلال هيئة تأسيسية يكتبها ويعينها مجلس الشعب سيكون دستور أيضا منحاز للإسلاميين، قول منحاز للشعب. القضية هنا يا إخوانا الديمقراطية إن أي صاحب فكرة بيعرضها على الشعب، أقنع الشعب بيها، أقنع الغالبية بيها، فهو ده رأي الشعب. طب أنت بتقول لي ديمقراطية وأنتوا يا إسلاميين مش ديمقراطيين و و و، وإحنا بنقول إحنا عايزين نخلي ديمقراطية مرتبطة بالشريعة، وأقنعنا الشعب بهذا المبدأ، أنت زعلان ليه؟ تقول إن ما ينفعش أغلبية تحط دستور، لا، في كل دول العالم وفي كل الدساتير الأغلبية هي التي تضع الدستور، لأن الدستور زي ما بقول لك كده بيجي من سكة من اتنين، إما هيئة تأسيسية منتخبة وبالحالة دي انتخبت بأغلبية فتضع الدستور الذي تراه، وإما هيئة تأسيسية معينة بتكتب الدستور ثم تعرضه في استفتاء على الشعب، وفي هذه الحالة لم ينال أن الموافقة إلا بأغلبية الشعب. يبقى إذا في كل حتة في الدنيا الدستور يكتب تكتبه الأغلبية، الأغلبية دي ناضجة وعاقلة هتراعي حقوق الأقليات، وبنقول له أنت من إمتى كان عندك مشكلة أقليات؟ طبعاً كل اللي بيقعد النهارده يتكلم في الأقليات بيحاول يفتعل مشكلة بلا مشكلة. إذا نتيجة الاستفتاء الدستوري كان يجب عليهم أن يحترموا هذه النتيجة، طبعاً عمالين يتحايلوا عليها بكافة أنواع التحايل اللي أشدها ديكتاتورية هذه الوثيقة. أنت إزاي النهاردة عايز تعمل جزء من الدستور لا هو بهيئة تأسيسية منتخبة ولا هو باستفتاء شعبي؟ يجيبوا لنا دولة في العالم من أشد الدول ديكتاتورية عملت كده بدستورها، الدستور لازم يتم يبقى أحد مراحله فيها انتخاب شعبي، إن ما كانش المرحلتين، يا إما الهيئة التأسيسية تبقى منتخبة وما تنتجه يكون ملزم، وإما إنها تكون معينة وما تنتجه يعرض على استفتاء، وإما الاثنين مع بعض، الهيئة التأسيسية تبقى منتخبة وما تنتجه يعرض على استفتاء شعبي. أنت النهاردة عايز تعمل ليه وثيقة بدون هيئة تأسيسية منتخبة بهيئة تأسيسية أفرادها معروفين مش قادرين ياخدوا أصوات برلمانية، مش قادرين ينجح في دايرة في البرلمان؟ اللي كتبوا الوثيقة دي ولا واحد منهم مرشح في دايرة، يعني حتى قرايبه وحبايبه الحتة اللي هو له فيها أتباع مش لاقي حتة دايرة في مصر من هذه الدوائر الكثيرة يكون فيها أتباع ينجح بيهم، وهو النهاردة اللي بيكتب لي الوثيقة. إذن هذه الوثيقة من حيث المبدأ التفاف على إرادة الشعب. يقول لك طب ما المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري من 60 مادة وأنت استفتيت على 8 مواد بس. إخوانا عشان برضو الكلام يكون واضح، المواد التي استفتينا عليها هي تعديل دستور 71 المجمد، وبعد ما تم الاستفتاء عليها بنعم تم تعديل دستور 71 بها حال كونه مجمدا، ثم ان المجلس العسكري في فترة الحكم الانتقالي انتزع من هذا الدستور المجمد 60 مادة فعلهم لانهم لازمين لإدارة المرحلة الانتقالية. فالإعلان الدستوري هو انتزاع من دستور 71 المعدل بتعديلات 19 مارس 2011. فإذا مفيش أي لم نرضى بأن حد يعمل حاجة من وراء الشعب، لا، كان في استفتاء دستوري، الاستفتاء الدستوري تعدل بيه الدستور في 19 مارس 2011، بقى الدستور كله وهو معدل أيضا مجمد، كان لابد إما من تفعيل الدستور كاملا وده كان مطلب الإسلاميين، وإما تفعيل قدر منه وده اللي عمله المجلس العسكري مجاملة للتيارات الأخرى ومع ذلك مرضوش بيها، وبيقولوا إيوه إحنا سكتنا كما ما نسكتش وقتها، ولكن على الأقل دوت مش مصادمة للاستفتاء الدستوري.
ده هو بعد ما عدل الدستور كان يا اما يفعله كله يا اما يفعل قدر منه، وهو فعل منه 60 ماده اللي نزلت في الاعلان الدستوري. الوثيقه من حيث المبدأ التفاف على الديمقراطيه، الوثيقه من حيث المبدأ عوده للديكتاتوريه، الوثيقه من حيث المبدأ تتيح لاي احد ان يفعل اي شيء. طيب الوثيقه من حيث المضمون، وبرضه عايزين يبقى عارفين ان احنا من انا واحنا قلنا لهم كذا مره قبل كده ان هذه الوثيقه لو فيها ماده واحده بس بتقول الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع كنا هنرفضها برضه، لانك لو قبلتها يبقى فتحت باب التعديل بطريقه غير الرجوع للشعب، يبقى تاني يوم هيعمل لك تعديل اخر ويطلع لك وثيقه اخرى. وزي ما حصل وفوجئنا ان بعد شهور طويله من الكلام على وثيقه تحارب من اجل اثبات الدوله المدنيه انها ايضا تتكلم عن صلاحيات خاصه للمجلس العسكري في المرحله الدائمه فيما بعد، بنقول لهم لا، الوثيقه من حيث الماده مرفوضه، الوثيقه من حيث التفاصيل كارثيه. الاصرار على كلمه مدنيه الدوله، وهي لما اقول دوله مدنيه في سياق دستوري ليس لها معنى واحد غير انها دوله علمانيه، ما يقوليش دوله مدنيه عكس العسكريه، لان ده يعني لا يوجد دستور في العالم بيتكلم على ان دوله مدنيه عكس العسكريه، ولكن اللي بيتكلم على دوله مدنيه بيتكلم على دوله علمانيه، بيتكلم على مناطق ذات ثقافه خاصه كسينا والنوبه والوادي الجديد، وهذا ستكون سابقه دستوريه في إشارة إلى أن مصر فيها أماكن ذات ثقافة خاصة، وهذا ما يمكن أن يطور فيما بعد إلى أن يكون مؤامرة لتقسيم مصر. الكلام على المجلس العسكري ومحاولة الزج بالمجلس العسكري في هذه القضية، أن يقول صلاحيات خاصة أو يقول الميزانية تناقش بسرية، إحنا بنقول المجلس العسكري السلم لن ينفعك، السلم ليس هو الشعب، انتظر لما يجي مندوب الشعب، لما يجي اعضاء مجلس الشعب تفاوض معهم، ونحن نظن ونامل انهم عقلاء يستطيعون ان يقدموا مصالح البلاد. لدينا بلاد كثيره عندها هذه الدساتير وتراعي سريه بيانات القوات المسلحه، سريه ميزانيتها، دون ان يتعارض هذا مع اسس الحكم. نحن ومهما تلف ومهما تدور مفيش احكام فوق الدستور، فنحن نقول ان المجلس العسكري اذا كان لديه متطلبات للامن القومي المصري فعليه أن يثق أن نواب الشعب المنتخبين سيكون لديهم الحرص الكامل على سرية بيانات القوات المسلحة، لديهم الحرص الكامل على الأمن القومي. نحن ندرك أننا بلد مهددة عسكريا، وندرك أننا يجب أن يكون عندنا تنوع في مصادر التسليح، وندرك أننا نحتاج إلى إنفاق على صيانة أسلحة عتيقة، الأسلحة الروسية قديمة، وهذا كله يمكن حله بعيدا أن يأتي طرف كل همه أن يضع الدولة المدنية وأن يضع حريات غير منضبطة لحرية الشعب المصري، ويأتي إلى المجلس العسكري ويقول لكم معا سويا نغتصب هذا الدستور قبل أن يضعوا هؤلاء الذين يصدرون الحريات وهؤلاء الذين يوعدون المجلس العسكري. إذا كان المقصود هم الإسلاميين ففي حال وصولهم للبرلمان وأنهم هم الذين سيشكلون الهيئة التأسيسية فهم بإذن الله تبارك على أعقل وأنضج من أن يصادموا حرية حقيقية يستفيد منها الشعب، وإنما يضبطوها بضوابط التي يرتضيها الشعب المصري الذي أنكر جميع ما هذه الأمثلة المنحرفة التي ذكرتها، الأمثلة المنحرفة نص في الدستور، وإن كان نصا مغلفا سوف يظهر من هذا المثال عشرات ومئات وآلاف. فإذا لا نريد إلا الضوابط الطبيعية التي تضبط بها الحرية، ونحن أيضا أكثر إدراكا
لأهمية الأمن القومي المصري وأهمية أن تتمتع القوات المسلحة بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتسليح والتطوير ولكل ما تحتاجه من تطوير سلاحها، ولكن دون أن يخل هذا بقانونية الدولة ودون أن يخل هذا بصلاحيات البرلمان. نحن خرجنا اليوم نقول أن السلم يريد أن ينتصر سلطة الشعب وأن صمت المجلس العسكري لا سيما بعد أن جعله السلمي طرفا وأضاف مواد له في هذه الوثيقة أن الصمت لم يعد مقبولا وأن عليه أن يتبرأ صراحة لكي يثبت أنه قائد نزيه للمرحلة الانتقالية وأنه هو الذي عرض التعديلات الدستورية على الشعب وأنه وأن الشعب وافق عليها ومنها كيف سيكتب الدستور القادم، فلا بد للمجلس العسكري ان يتبرأ من هذه الوثيقه بجميع بنودها جمله وتفصيلا، كما اننا نقول للمجلس العسكري انه من مصلحته ان يبادر الى تسليم السلطه الى المدنيين، من مصلحته ان يعجل بانتخابات مجلس الشعب لكي يكون هناك طريقه للحوار بدلا من المليونيات، لكي يكون هناك نواب للشعب يستطيعون ان ينقلوا مطالبه، ومن مصلحته ان يعجل بالانتخابات الرئاسيه فور انتهاء الانتخابات البرلمانيه بحيث يكون الشعب كله ممتنا له لانه ادار المرحله الانتقاليه بكفاءه ونزاهه. نحن خرجنا اليوم لن نسب احدا، لا الدكتور علي السلمي فضلا عن المجلس العسكري والقوات المسلحه التي تقوم بدورها في حمايه البلاد، انما لنعترض، وفرق بين الاعتراض والسب. لا تسمحوا لأحد يشوه صورتكم كإسلاميين تلتزمون بأخلاق وأداب الإسلام. خرجنا لكي نعترض لا لكي نسب ولا لكي نخرب ولا لكي نشتبك مع أحد، وهذا الاعتراض في ذلك اليوم قد طلبت له الدعوة أن ينتهي في الساعة 5 مساء، هذا هو تقديرها كرسالة أولية لأننا لا نريد لمصالح العباد أن تتعطل. هذه الرسالة سوف نرسلها وننصرف وننتظر الرد الذي سيأتينا، لن نتعجل أن يأتينا اليوم ولا غدا ولا نحو ذلك، وليكن ولندخر الإجراء الذي هو فيه اعتصام وفيه إلى أنه لو وجدت نية لإعلان دستوري بهذه الوثيقة، ونأمل أن لا يوجد هذه النية، ونأمل أن لا نصل إلى هذه النقطة، ونأمل أن تكون الرسالة واضحة أن الدموع الغفيرة من الشعب المصري ترفض أن تصرف إرادتها، وأن المجلس العسكري كما عرض التعديلات على الشعب ووافق عليها الشعب فهناك طريقة لكتابة الدستور، فيجب على الجميع أن نسلم لهذه الطريقة، وهم يتناقضون مع أنفسهم حينما يزعمون أن الإسلاميين أقلية ثم يقولون سيسيطرون على البرلمان، ونحن كنا أقلية أو سيطرنا على البرلمان ستختار هيئة تأسيسية عاقلة ناضجة تضع دستور يحمي ثوابتنا ولا يظلم أحدا في المجتمع لا سيما الأقليات الدينية. نسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى توصيل هذه الرسالة بكل حزم وقوة وبكل أدب ومراعاة لمصلحة البلاد. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا توفيقا من ظهر لنا وعلى الله.